احنا ربما نعرف خلال الاعياد في كثير حلويات وسكر، ولكن ما بندرك خطورة وضرر الحلويات والسكر ربما بفترة قصيرة على سلامة الأسنان. فخلينا نحكي بداية قد ايه ممكن عن جد بفترة الأعياد أكلنا الحلويات والسكر ممكن يؤثر على سلامة أسناننا. تمام، هلأ زي ما بتعرفي غادة، الحلويات العيد المعمول البيتيفور يعني هي أحد الطقوس المهمة الموجودة بالعيد اللي لازم تكون موجودة. اليوم إحنا نطلع شوي من نطاق الطب البحث ونحكي شوي بهيك أشياء قريبة أكثر على الناس، زي كمان العادات الموجودة بالعيد، الزيارات، نروح من بيت لبيت للأقارب الأصحاب وكذا، كل حدا بيكون محضر ضيافته ومحضر المعمول تبعه البيتيفور الحلويات اللي عندهم، فيعني بتضطري بتاكلي لأنها بتكون صراحة شهية ومنظرها جذاب. الفكرة انه انت بتروحي بتاخدي حبة من هون حبة من هون حبة من هون، بخلص اليوم اللي انت ماكلة كيلو وانت مش عارفة مع الشوكلت كمان. فالفكرة احنا بالمعمول مشكلته انه هو زاكي، والمشكلة الثانية انه هو فيه سكر بكميات كثيرة كبيرة. نعم، الفكرة بالسكر انه احنا عندنا هو العدو الاساسي للاسنان، مجرد ما احنا زودنا تناول السكر على اسناننا بالبيئة الفموية، هذا السكر عم بحاول انه يحول البيئة الفموية عندنا من بيئة قاعدية الى بيئة حامضية، يعني فيها حمض اكثر، فالبكتيريا بتكيف على الموضوع، بتصير تاخذ هذا السكر اللي احنا كثير اكلناه وتحوله لاحماض عم بتذوب الطبقة الخارجية من السن اللي هي طبقة المينا. فبتبلش عندنا المشاكل، التسوسات، التهابات اللثة، رائحة الفم الكريهة، كل هاي التفاصيل بتزيد بالعيد لأنه إحنا منكتر وبيكون في عنا كل معظم الأكل الموجود عنا هو الحلويات اللي فيها نسبة السكر هاي العالية. هلأ إحنا بالنهاية ما رح نمنع إنه الحدا يعني يأكل من حلويات العيد، ولكن إحنا بنعطي نصائح معينة عشان يكون يعني كمية السكر اللي الواحد بتناولها أقل ما يمكن. إذن خلينا نحكي عن ما هو الروتين اللي لازم نستخدمه لحتى حتى لو عم ناكل سكر انه ممكن يحافظ على اسنانه ويحافظ على هلا أسنان. هي فيها يعني في هيك تيبس بسيطه ممكن انه تساعد الشخص يخفف من السكر. اول شيء لما نعمل المعمول او حتى نشتري يكون الحبه اللي احنا بنجيبها صغيره شوي، ما تكون كبيره، عشان يكون قد ما بنقدر السكر اللي احنا عم نتناوله مع الدهون مع كل الاشياء المضره للفم تكون اقل وطأة على الاسنان واللثه والانسجه الفمويه. كمان عدد الحبات اللي احنا بنتناولها يعني صراحة ما يتجاوز من حبة لحبتين باليوم، في حال الشخص بحب الحلو كتير وبحب الأشياء اللي فيها حلويات أكثر ممكن ياخد بديل عن هاي الحلويات ونحطها مع معمول العيد والبيتيفور اللي احنا عم نتناوله، زي مثلا كرات مشمش مع مكسرات نية مع شوفان، الفواكه المجففة، تين يقطين، هاي كلها بتكون بدائل صحية أكثر، سلطة فواكه مع مثلا بوزة دايت أو آيس كريم، كل هاي التفاصيل. بس مرق العيد وأكلنا حلويات قديش لازم يعني نهتم هلأ بعناية أسناننا لحتى يرجعوا لطبيعتهم؟ هلأ دايما إحنا بنحكي شو ما أكلتي وحتى لو كان الإشي فيه سكر كتير خصوصي الحلو بنحاول إنه نمضمض بالمي مباشرة بعد ما أكلنا بس هذا مي. الحلو مي كتير منيحة وكتير مفيدة، بتخفف يعني هي وظيفتها شغلتين، يعني هي بتخفف من تراكم الطعام على الأسنان وبتحفز إفراز اللعاب، فاللعاب كتير مهم وضروري للبيئة الفموية، بقلل من البكتيريا الضارة، بخلي في بيئة رطبة، بالتالي بحاول أني أخفف وجود التسوسات داخل الفم. في معلومة حلوة كمان، القهوة السادة كتير منيحة للبكتيريا الضارة بالفم، هي بتساعد أنه ما تخلي البكتيريا تلزق على الأسنان، فهي برضو يعتبر كمان بديل كتير منيح. نعم. هلأ شغلة تانية، مرات إحنا ما بنقدر نحكي للشخص خذ فرشايتك وروح وجيبها معك وما مش عمل الموضوع، ممكن فاين مبللة أو فاين عادية، تأخرنا رجعنا على البيت بلفلفة الأعياد فاينة ونمسح على الأسنان بس عبين نوصل على البيت. نعم. العلكة الخالية من السكر كمان كتير مفيدة وكتير منيحة، برضو فيها مادة الزايلاتول بتخفف من البكتيريا الضارة وبتحاول قد ما بتقدر تخلي بيئة الفم قاعدية مش حامضية. هلأ بعد فترة الأعياد إحنا بدنا نرجع نلتزم بالروتين تبعنا، نفرشي مرتين باليوم، طريقة التفريش غادة هي الأهم، يعني ما المده صح؟ المعجون والمده كمان. نعم. يعني انا دائما بنصح مرضاي انه الفرشاي نصها يحطوها على اللثه نصها على السن ويحركوا حركه دائريه، يعني في ناس تستغرب انه كيف بدي امسج اللثه بالفرشاي، عادي بالعكس، ولازم
تمسجيها بالفرشاي عشان أي بواقي عالقة بينها وبين الأسنان تنشال مباشرة. المضامض كمان كتير مهم إنه نستعملها، ولكن دائما برضو أنا بحكي كمان للمرضى ما يستعملوها بشكل يومي، جدا بتكون مضرة إذا إحنا استعملنا المضمضة الفموية بشكل يومي، لأنه بتعمل أصباغ ليتر أون بتسبب مشاكل أكثر للأسنان. فإحنا مينيموم نستعملهم مرة لمرتين بالأسبوع. طريقة التفريش زي ما قلنا هي الأهم. نعم. نوع المعجون مش إشي كتير مهم بالتفريش، بس إحنا بالعادة بننصح يتغير النوع كل فترة. ما نضلنا على نفس النوع. النوع ليستفيد تستفيد الأسنان من كل الخصائص الموجودة بكل المعاجين. نعم. وفي دراسات أثبتت إنه اللعاب بتعود على نوع معجون معين فبيبطل يستجيب له بشكل كبير، فبنغير النوع إحنا بين الفترة والتانية. نعم، ولكن دكتورة هون إذا نقول إنه هل هناك علامات معينة ممكن إنه تظهر على أسناننا قبل ما يتلف في السن أو يصير عن جد يسوس؟ يعني هل في أمور ممكن تمنعنا فنقدر إنه يعني نكسب وقت وما نخلي السن طبعا يتلف؟ هلأ إحنا مثلا إذا عم نحكي عن الحلويات، مجرد ما أكلتي حلو تمر مثلا أو حتى كعك العيد رح تحسي مرات في لمعة طبعا محل ما بتاكليها. هذا دليل انه هون في شغلتين، يا في عندنا نخر او تسوس بالاسنان، فالتسوس اللي اصلا موجود اخذ السكر اللي بالحلو مباشره فبلشت اللمعه تشتغل، او في عندنا بدايه التهاب باللثه. ولما نحكي التهاب باللثه يعني اللثه مش موجوده محلها، هي يا انه طالعه او نافخه فمتعري جزء من السن فصارت عندنا هاي اللمعه. فهذا دليل بيقول للشخص انه هون عندك مشكله معينه لازم تراجع طبيبك عشان تحل هاي المشكله مباشره. كمان في علامات بقع بيضه مرات بتكون على الاسنان، او بقع سوداء او بقع بنيه برضو بتدل انه احنا في عندنا بدايه مشكله، لكن مش كل بقعه سوداء او بنيه هي تسوس. نعم. مرات بتكون تصبغ، فاحنا لما يعني نفحصها بنطمن الشخص مثلا انه هاي لا مش تسوس، هاي بتكون تصبغ عادي. فهي اهم العلامات اللي ممكن ينتبه لها الشخص لما يحس في عنده مشكله معينه بالاسنان. نعم. ونصيحه اخيره دكتوره لكل من يتابعنا، انه ممكن تعمل المعمول بسكر صحي مش سكر العادي، في بدائل كثير صحيه لشغل المعمول نفسه بنحط فيه سكر صحي فبيخفف كمية السكر اللي موجودة فيه. ويتفرشوا أسنانهم مرتين باليوم. وأكيد تفرشوا أسنانكم مرتين باليوم. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتورة. أهلا.